وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من لندن الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى البزركان. دكتور مصطفى مساء الخير، وبداية يعني كيف ترى أو إلى أين سيقود هذا الترنح الاقتصادي الإيراني النظام؟ هل في طريقه الانهيار؟ أهلا وسهلا بكم. طبعا لا بد من توضيح المشهد المالي الاقتصادي في إيران الآن. البطالة مرتفعة، البطالة بين الشباب تجاوزت 34%. نعم. هناك تضخم عالي. العملة الإيرانية فقدت نصف قيمتها منذ شهر مارس الماضي. اليوم تجاوزت 100,000 ريال للدولار. هناك مشكلة الفساد المالي الإداري. هذه مشاكل كبيرة جعلت هناك توقف لمئات إن لم نقل آلاف المشروعات الحكومية. ولذلك نرى الآن النظام الإيراني الآن في عنق الزجاجة، يحاول جاهدا تغطية ما كان من فساد مالي وإداري. وهناك نقطة مهمة لا بد من تأشيرها، وهي هناك مئات المؤسسات تديرها منظمة الحرس الثوري. هذه نقطة جديرة بالاهتمام، لا بد من توجيه الاهتمام إليها. ولذلك نرى أنه ما أعلنت إيران عنه أنه فتح المجال أو تشجيع أو ما ينطق عليه جذب اهتمام المستثمرين بأكثر من 76,000 مشروع أما متوقف أو متعثر أو يعاني من مشكلة الفساد. هذه جميعها تضع الاقتصاد الإيراني في عنق الزجاجة. ويعني أعتقد أنه سيكون هناك تأثير آخر بعد تطبيق العقوبات. والسؤال الذي يطرح نفسه، إن كان النظام الإيراني بدون العقوبات وكان لم يفرض عليه العقوبات لم يتمكن من إحياء الاقتصاد أو حل مشاكله، ولم يتمكن من مواجهة الفساد، فكيف العقوبات ستكون موضوع على الاقتصاد الإيراني؟ نعم، من لندن الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى البزركان، شكرا جزيلا لك.